خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز في السويس، الرئيس السيسي يوجه بإزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي للحد من الاستيراد وزيادة فرص العمل. رئيس مجلس الوزراء يؤكد الأهمية التي توليها مصر لاستثمارات الأشقاء العرب ويبحث سبل دعم القطاع العقاري. في ثاني جلسات المحور المجتمعي، منسق عام الحوار يعلن تخصيصه جلسة لبحث مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كافة الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير. وخلال افتتاحه مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، أضاف الرئيس السيسي أن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة. أولا بقول إيه، احنا كنا بنتكلم مع دولة الرئيس وسيد وزير البترول على يعني الهيئة واذا كان لها معوقات بتقابلها او كده، وده امر احنا حريصين على ان ما يبقاش فيه معوقات قدام اي مؤسسة يعني. لكن هرجع هنا للموضوع دوت، لو انت عملت الثلاث او الاربع مراحل اللي انت بتتكلم عليهم دول وبتقول ان هم هيكلفوا 700 مليون دولار، ده للتصدير الكتله الغالبه او النسبه الغالبه منهم، مش كده؟ في يعني كفايه يعني انتاج محلي والباقي هيتصدر. ما هو ما انا الانتاج المحلي انا بجيبه دلوقتي من بره، بالظبط، صح كده؟ فانا سواء صدرته او استخدمت جزء عندي فانا وفرت عمله كنت انا لو انا النهارده بستورد ثلاث اربع منتجات من اللي موجودين هنا، ده ليهم رقم، بالظبط، مش كده؟ وانت لو انتجتهم في مصر هتوفر الرقم ده وعندك فرصه كمان انك انت تصدر بره. طب بقول كده ليه؟ لان احنا ممكن كتير يقول لنا النهارده واحنا بنفتتح المشروع ده ما تدوا فرصه للقطاع الخاص يا دكتور مصطفى، يعني يتقال كده. فده محتاج اتصور محتاج ترويج ومحتاج لقاء مع اللي بيشتغلوا في المجالات التعدينيه بصفه عامه عشان نقول لهم تعالوا ده في فرص كويسه جدا، الفرص دي هتوفر لمصر سواء كان عوايد مباشره بان احنا بنستورد الكميات دي بالعمله الحره او بان احنا نصدرها ويبقى لينا دخل. كما اكد الرئيس السيسي ان كافه المشروعات التي تفتتحها الدولة سيتم طرحها في البورصة المصرية لإتاحة فرصة استثمار جيدة للمصريين، مشيرا إلى أن الدولة تشجع المستثمرين على المشاركة في هذه المشروعات سواء بالعمل بمفردهم أو العمل مع الحكومة. الحاجات اللي بنفتتحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب ومتاحة لأن هي تطرح في البورصة. طب ليه؟ عشان ندي فرصة لمواطنينا ان هم يجدوا فرصة للاستثمار في مجالات اخرى عائدها مضمون بنسب كبيرة جدا جدا، ويبقى في فرصة ان هم يستفيدوا باموالهم بشكل مختلف يعني. طب للمستثمرين، احنا معاكم بان انتم تيجوا تخشوا وتشتغلوا معانا في الموضوع دوت. طيب تشتغلوا معانا ولا تشتغلوا لوحدكم؟ اللي انتم عايزين اللي هو يا دكتور مصطفى عايزين لوحدكم قوي، هنسهل معاكم الامور وانا بنتهزها فرصه في الافتتاح عشان اتكلم على الحكايه ديت. عايزين تبقوا موجودين معانا قوي من اول الشركه دي، وانا قلت قبل كده الرمال السوداء قبل كده لما افتتحنا المجمع بتاعها او المصنع بتاعها، كل ما هو متاح كل ما هو بنعمله متاح لكم، تعالوا. واحنا بنتكلم كلام برضو تاني، هو مش للاستهلاك المحلي يعني، والمشاريع دي مشاريع استثمارية بتجيب عوائد مستقرة
سواء للسوق المصري او للسوق للخارج وبالعملة الحر. فاحنا بندرس يا ياسر يعني بدون تكليف كده، انا شلت الجيولوجي يعني، لا الاستاذ ياسر يعني، بندرس كويس او ازاي نعظم من، وده الحكومة دكتور مصطفى قبل ما نقعد هنا قلنا ازاي نخلي الهيئة المصرية تبقى اكثر يعني فاعلية وحركتها اكثر، عشان موضوع انك انت مقيد قوي بالبيروقراطية بتاعت انت تبع اني يعني تبع مين، تبع المالية ولا تبع البترول ولا، فدرسوها دكتور مصطفى ونشوف بحيث ان احنا نتحرك فيها يعني. هنا يعني مش عايز اتدخل في الموضوع ده، لكن انا ان كان الموضوع ده يعني انتوا عارفين كويس قوي العوائد بتاعت الكلام ده قد ايه، يتعرض عليا عشان ممكن او ناخد القرار ونطرحه ونقول للمستثمرين المصريين احنا مستعدين نخش نكمل المرحلتين ثلاثة او اللي فاضلين خلال السنة او اتنين اللي جايين كاجراءات، لكن يتعمل المصنع فدي طبعا طبقا لل يعني للشق الفني للشركات اللي هي الاجنبية اللي بتشتغل معنا في الموضوع. ودعا الرئيس السيسي الحكومة الإيطالية إلى دراسة الإسراع بتنفيذ باقي المراحل من مشروع مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة إذا وافق ذلك ما جاء في دراسات جدوى المشروع. تاني لرجال القطاع الخاص والمستثمرين في مصر، من فضلكم ما تضيعوش وقت تاني وما نضيعش وقت تاني، وأي مشروع من اللي احنا بنتكلم فيه ده فرص نجاحه مش بقول ان انا اللي بقول انها ناجحة، بقول البيانات اللي عندنا وحجم الاستيراد اللي احنا بنستورده هو دراسة الجدوى ليه. فلو كانت خاماتها موجودة في مصر يبقى يعني المشوار كله خلصان، مش هنجيب حاجة من برا. يعني الأستاذ شريف لما حكى قال ان جزء بيتعمل في أمريكا وجزء في دولة تانية وجزء بينتج في حتة تالتة، وإحنا عندنا الخام اللي ممكن يطلع من مصر وتتعمل كل المراحل في مكان واحد بكل ما تعنيه ذلك من تقليل التكلفة يعني. فبقول تاني للمستثمرين وغرف الصناعة اللي موجودة ووزير قطاع الأعمال ووزير التجارة والصناعة والحكومة ولينا كلنا، ما نضيعش وقت تاني أكتر من كده. وخلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، استجاب الرئيس السيسي إلى رغبة أدهم هشام أبو بكر من ذوي الهمم الذي طلب مصافحة الرئيس الذي لبى على الفور أمنيته في لفتة إنسانية، وأدار الرئيس السيسي حوارا أبويا وديا معه. هنا صدق حلمي وبدأ قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة في طريق مشيت ودي. هذا وقد توسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع العاملين بمجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة. ضمت الصورة أيضا سفير إيطاليا بالقاهرة الذي تحدث معه الرئيس السيسي قبل أن يغادر مقر مجمع مصانع إنتاج الكوارتز.
هذا وافتتح الرئيس السيسي مصنع التكسير الأولي لخام الكوارتز بمدينة مرسى علم، وذلك عبر الفيديو كونفرنس. وعقب الافتتاح حرص الرئيس السيسي على إجراء جولة تفقدية بمجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، حيث استمع لشرح حول مراحل الإنتاج. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على الأهمية التي توليها الدولة لاستثمارات الأشقاء العرب، مشيرا إلى أهمية مشروع شركة القناة لإنتاج السكر بمنطقة غرب المنيا. وخلال لقائه رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية الإماراتية، شدد مدبولي على حرص الدولة على إنجاح مشروع الشركة بمنطقة غرب المنيا وتطلع لمساهمته في سد فجوة استيراد السكر. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري. وخلال اجتماعه بعدد من المطورين العقاريين لمناقشة وبحث سبل دعم القطاع العقاري، لفت مدبولي إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات كثيفة العمالة التي تسهم في توفير فرص العمل. وتناول رئيس الوزراء جهود الدولة لدعم وتنمية القطاع العقاري في إطار تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي. أكد محافظ البنك المركزي رئيس مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الأفريقي حسن عبد الله أن القارة الأفريقية تتمتع بأعلى عائد على الاستثمار في العالم أمام القطاع الخاص. وخلال فعالية اجتماعات بنك التنمية الأفريقي لعام 2023، أشار عبد الله إلى امتلاك القارة الأفريقية فرصا استثمارية هائلة وغير مسبوقة أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن هذه الإمكانات تؤهل القارة لاكتذاب رؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات الدولية للعمل داخل دولها، كما شدد على أهمية توفير آليات الحد من المخاطر التي تعيق التوسع في استثمارات القطاع الخاص بالقارة الأفريقية. نظمت مصر جلسة نقاشية تحت عنوان دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الاستدامة والتمويل الأخضر، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي بمدينة شرم الشيخ. وشهدت جلسة مناقشة دور التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل القطاع المالي بسرعة على نطاق عالمي من خلال تغيير طرق الدفع والإقراض والاستثمار، وكيفية تأثير التكنولوجيا المالية على الأولويات الاستراتيجية للبلدان النامية ومساعدتها على تعزيز عملية التنمية. قال مدير عام بنك التنمية الأفريقي بشمال أفريقيا محمد العزازي إن البنك ساهم في مشروعات متنوعة في مجال الطاقة في مصر، ومن بينها مشروع محطة بنبان. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أشار العزازي إلى أن مشروع بنبان بات من أشهر المشروعات في العالم ومنطقة شمال أفريقيا على وجه الخصوص. مصر هذه تقريبا مدة طويلة وإحنا شغالين على مشاريع الطاقة. عندنا مشاريع كبيرة دخلنا فيها القطاع الخاص زي الطاقة الشمسية بنبان مثلا، مشروع نعم كبير اشتغلنا عليه احنا في البنك الافريقي مع الحكومة المصرية، والحمد لله هذا المشروع معروف الان في العالم كله. وكيف ان اول مشاريع اللي عملنا في شمال افريقيا في الطاقة الشمسية كانت في مصر. كانت في مصر والحمد لله. وما عملناش غير بنبان، عملنا ثلاث مشاريع أو أربع مشاريع أخرى في هذا الميدان مع القطاع الخاص آخر، مش كل مشروع بشركة خاصة في هذا الميدان. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات.
والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. قالت مقررة لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني نيفين عبيد إن الدولة تبذل جهودها لحل المشكلة السكانية، مؤكدة ضرورة الإصلاح الهيكلي لملف السكان. جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة الأولى للجنة التي عقدت تحت عنوان الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، مشيرة إلى أن الجلسة تناقش الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمشكلة السكانية وسبب تذبذب الهرم السكاني وقضايا الطفولة. وفي سياق متصل بالحوار الوطني، أكد المشاركون بجلسة لجنة التعليم بالحوار الوطني ضرورة وجود جهة منظمة لسياسات تطوير التعليم، مقترحين إنشاء هيئة عليا للتعليم والتدريب. أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن هناك توجيهات رئاسية بتسليم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب للحوار الوطني لمناقشته في جلسات الحوار قبل إرساله لمجلس النواب. جاء ذلك في كلمة المنسق العام خلال الجلسة الأولى للجنة التعليم بالمحور المجتمعي للحوار الوطني التي عقدت تحت عنوان التعليم قبل الجامعي، حيث أوضح أن المشروع يتضمن كل أشكال ومراحل التعليم قبل الجامعي والفني والجامعي، لافتا إلى أن الحوار ليس مؤسسة تشريع ولكنه سيتم مناقشته لإبداء الرأي والملاحظات. وللمزيد ينضم إلينا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، اليوم ثاني جلسات المحور المجتمعي، أهم ما دار فيها وخرج عنها. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هو اليوم الثاني للمحور المجتمعي، وهو أيضا نهاية الأسبوع الثاني للحوار الوطني. الجلستان الرئيستان هم قضية السكان والزيادة السكانية وقضية التعليم ما قبل الجامعي. قضية السكان والزيادة السكانية والتعامل مع هذه القضية، كان هناك عدد من الأطروحات مقابلة للتحديات التي تم مناقشتها خلال الجلستين. جلسة بدأت من 11 وحتى الثانية، وجلسة بدأت من الثالثة وانتهت بالفعل منذ قليل. تحدثوا في الجلسة الخاصة بقضية السكان عن فكرة لجعل مجلس القومي للسكان هيئة مستقلة في حد ذاتها، أو أن تكون تابعة مباشرة لمجلس الوزراء أو لرئيس الجمهورية. أيضا تحدثوا عن آليات جديدة للتوزيع، لأن قضية السكان لا تعتمد فقط على الزيادة السكانية أو العدد السكاني، ولكن أيضا على يعني خطأ التوزيع وعدم عدالة التوزيع، إذا صح التعبير 7 أو 8% فقط من مساحة جمهورية مصر غلى للسكان بشكل عام، أما الباقي فما زال يعني خالي من السكان. كان هناك أيضا نقاش عن في قضية السكان عن وضع منهج خاص للتدريس في المراحل الابتدائية والإعدادية للتوعية بأثار الزيادة السكانية وكيفية الاستفادة منها. خرجوا بشكل عام بأهمية وجود تشريعات سريعة للتعامل مع تحديد سن للشباب للزواج، وأيضا تغليظ العقوبات فيما يتعلق بزواج القاصرات. هذه نقطة القضية السكانية. أما بالنسبة للتعليم ما قبل الجامعي، فتناولوا عدة رؤى إذا صح التعبير. رؤية خاصة بالكوادر التعليمية وكيفية تطوير الكوادر التعليمية، وهم المدرسين بالطبع في الأساس، وكيفية نشر المدرسين وأعداد المدرسين، خصوصا أن الكثافة الأكثر داخل المحافظات الكبيرة مثل القاهرة أو الجيزة، ولكن آليات للتعامل لوجود حلول لزيادة عدد الكوادر التعليمية والمدرسين وتطويرهم وتدريبهم في جميع وباقي المحافظات. والجزء الآخر هي فكرة الوعي
التثقيف، التثقيف بشكل عام، استغلال قصور الثقافة على سبيل المثال في الفترات الصباحية، لا تعمل كثيرا قصور الثقافة في الفترات الصباحية لجعلها يعني مكان يحتوي على جلسات. هذه الجلسات تكون لتوعية ثقافية، توعية سياسية، توعية مجتمعية. كانت هذه كلها أطروحات للخروج بحلول التعامل مع قضية التعليم وقضية الزيادة السكانية أو قضية السكان بشكل عام. كان هناك تحليل من بعض النواب فيما يتعلق بربط الفكرتين، كما تعودنا دائما هناك آليات لربط الأفكار للخروج بحلول أيضا تستجمع جميع الرؤى من جميع الفئات والأحزاب. كانت الرؤية الأساسية والقرار الأهم يعني الملمح للاتفاق عليه هو فكرة زيادة الوعي الثقافي عن طريق تنمية القدرات للشباب وأيضا تنمية قدرات الكوادر التعليمية وزيادة يعني الجزء المادي الخاص بالكوادر التعليمية والمدرسين للقضاء على دروس الخصوصية، مما يساعد على إعطاء الجهد الكامل إما في الفصول الدراسية الرئيسية أو حتى في الجلسات يعني المطروحة للنقاش بشكل عام لتكون في قصور الثقافة وغيرها من الأماكن التي من الواجب حسب تعبيرهم يعني استغلالها على أفضل ما يكون إما للتعليم والتوعية الثقافية أو حتى ل يعني زيادة تدريب الكوادر التعليمية بشكل عام. نعم كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك. أكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حسن هجرس على أن التعليم يعتبر قضية مهمة للمجتمع المصري. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش جلسات الحوار الوطني. النهارده ان شاء الله في الجلسه في المحور الثالث، محور الاجتماعي، قضيه التعليم قبل الجميع، ودي قضيه مهمه جدا يعتبر المصريين كلهم بينتظروها وبينتظروا ما سيعود منها ورجوع دور المدرسه ثاني في الشارع المصري. شدد عضو لجنه التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب حسام مندوه على ان الحوار الوطني يحاول وضع حلول لتحديات التعليم. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. بنتكلم على فكرة تطوير التعليم قبل الجميع اللي احنا بالفعل بدأنا بيها منذ 2018 قدام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السادس. فاحنا لكن وقت تطبيقها او اثناء تطبيقها واجهنا تحديات كتيرة جدا. عايزين بقى نقعد نحل هذه التحديات اللي هي بالظبط اللي هو المعلم، كثافة الفصول، المنهج الدراسي، البيئة التعليمية اللي هي المدرسة بتاعتنا والمعامل والملاعب، تطبيق الأنشطة الصفية واللا صفية، دي كلها ملفات مهمة جدا. شددت عضوة لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب جيهان البيومي على ضرورة توفير حياة كريمة للمعلم. وجاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. يمكن من أهم النقاط اللي فعلا اتكلمنا فيها النهاردة قضية المعلم، ودايما أنا وأناشد أن علشان المعلم فعلا نقول أن هو نقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية لابد من وجود دعم مادي. التأهيل المادي للمعلم بالفعل هيبقى محور أساسي ليه، زي ما بقى طالبه بأن هو يعمل تأهيل علمي وتأهيل تقني ويستخدم وسائل تكنولوجية حديثة ويتدرب وعشان يوصل المعلومة، لابد برضو من النظرة للمعلم نظرة ثاقبة بأن أنا فعلا أوفر له حياة كريمة. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون في جنيف. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء شهد استمرار الحوار بين مصر والأمم المتحدة حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج وفق مقاربة خطوة مقابل خطوة على نحو ما تتناوله اجتماعات جدة وعمان والقمة العربية الأخيرة بجدة، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. كما جدد شكري التأكيد على أهمية الدور العربي في حل تلك الأزمة الممتدة. ومن جانبه أعرب بيدرسون عن حرصه على العمل مع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة الدفع بالحل وفقا لمقاربة خطوة مقابل خطوة، مجددا تقديره للتواصل المستمر بين مصر والأمم المتحدة من أجل العمل الجاد على حل حالة الأزمة السورية.
التقى وزير الخارجية سامح شكري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالة الطوارئ مارتن جريفيث، وذلك خلال زيارته الحالية إلى جنيف. وخلال اللقاء أشاد شكري بالجهود الأممية لتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة في مناطق الأزمات، مؤكدا استمرار مصر في دعمها لجهود المكتب، خاصة مع ما يشهده العالم من تصاعد للأزمات دوليا وإقليميا. وبحث شكري وجريفيث التطورات في السودان وانعكاساتها على الوضع الإنساني في السودان ودول الجوار، حيث أشاد منسق الشؤون الإنسانية بالجهود التي تبذلها مصر ومساعيها الحثيثة للتوصل إلى حل للأزمة وتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للشعب السوداني، فضلا عن استقبالها للوافدين السودانيين. كما بحث اللقاء مستجدات الأزمة السورية والجهود الجارية لحل حالة الأزمة وتخفيف معاناة الشعب السوري، واتفق الجانبان على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي واستمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة بشأن سبل تعزيز الدعم الإنساني لمناطق الأزمات بالشرق الأوسط. التقى وزير الخارجية سامح شكري أيضا مع المديرة الجديدة لمنظمة الهجرة الدولية آمي بوب، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها مع المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة في جنيف. وفي بيان أوضحت وزارة الخارجية أن الوزير شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمديرة الجديدة للمنظمة لفوزها في الانتخابات، وأعرب عن تقدير مصر للتعاون المثمر والممتد بين الجانبين. كما أكد شكري تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة للتنسيق من أجل تخفيف الأعباء التي تتحملها مصر من استضافة 9 ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها، بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على استقبال الوافدين السودانيين. ومن جانبه أكدت المديرة الجديدة للمنظمة على الدور المهم والمحوري الذي تطلع به مصر في مجال التعامل مع قضايا الهجرة، معربة عن ترحيبها بالدور الذي تقوم به في استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين وتوفير احتياجاتهم الأساسية. استقبل نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير حمدي سندلوز النائب أندرو ميتشل وزير التنمية الدولية وأفريقيا في بريطانيا، وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والإعداد البريطاني للقمة الثانية للاستثمار بين المملكة المتحدة وأفريقيا والمقررة في عام 2024. كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها تطورات الأوضاع في السودان وسوريا وانعكاسات الأزمة الأوكرانية على الدول الأفريقية. نشرة السادسة ما زالت مستمرة وتتابعون فيها. الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه من قرار توسيع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، ويطالب الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن الخطوة. أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس أنه رغم صعوبة الوضع في الخرطوم، فإن الأمم المتحدة مصممة على مساعدة السودانيين على تجاوز هذه المحنة العصيبة وتحقيق السلام وإعادة مسار الانتقال. أكد بيرتس أن الأمم المتحدة تبذل كل ما في وسعها على الصعيدين الإنساني والسياسي لتجاوز الأثار الرهيبة التي خلفتها هذه الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين السودانيين داخل وخارج البلاد. وأكد أن الاتفاق الإطاري سيظل مرجعا للنقاش ولا يمكن القول إنه انتهى، والأهم من ذلك مشاركة وجوه جديدة كانت غير منخرطة في العملية السابقة. يتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين، حيث تتوافد الحافلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات، خاصة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى.
وللمزيد من المتابعة انضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أرحب بك محمود، وصف لنا المشهد لديك الآن. نعم، بعد التحية الآن المشهد هو التزايد المستمر بالطبع لأعداد الوافدين، وفي هذا التوقيت تحديدا ومنذ قليل وصلت العبارة القادمة من معبر قسطل ومن ميناء حجر الشمس، بها عدد كبير جدا اليوم من الوافدين السودانيين، عدد كبير من الحافلات وعدد كبير أيضا من الأسر وأيضا كبار السن الذين توافدوا على هذا الميناء يحملون عدد كبير من الأمتعة والحقائب المستلزمات المختلفة. كان لنا يعني لقاء وحديث مع الأشقاء السودانيين الذين وصلوا منذ قليل في ميناء أبو سمبل النهري، وتحدثنا معهم عن الإجراءات وعن أيضا الوضع في السودان والتسهيلات التي تقدم لهم، ويعني أكدوا على عدة رسائل هامة. الرسالة الأولى هو توجيه الشكر بالطبع للرئيس عبد الفتاح السيسي على فتح المعابر واستمرار فتحها واستقبال مزيد من السودانيين، وأيضا أنهم يعني يشعرون وكأنهم في وطنهم وليس في بلاد غريبة. الرسالة الثانية هي الخدمات الصحية التي تلقونها بمجرد وصولهم إلى معبر قسطل. تحدث إلينا يعني بعض المواطنين على أنه كان يعاني من أمراض الضغط والسكر، وكانت هناك متابعة له بالأجهزة الموجودة لدى جمعية الهلال الأحمر داخل المعبر، وقد اطمأن على حالته الصحية ثم غادر بعدها المعبر وتوجه عبر العبارة التي يعني استحدثتها محافظة أسوان مؤخرا للمجيء إلى ميناء أبو سمبل النهري. وتحدث أيضا على أن يعني أحد أفراد الأسرة أيضا يعني كان لديه بعض الخوف من أمراض أيضا من بعض الأمراض المزمنة، فبعض الأطباء توجهوا مباشرة إلى الحافلة التي يستقلها وقاموا بالكشف عليه والإطمئنان عليه أيضا، ثم غادر يعني هناك بعض الأدوية التي قد أخذها، ثم غادر بعد ذلك إلى العبارة ليصل إلى هنا إلى ميناء أبو سمبل النهري. وأكدوا أيضا على سهولة الإجراءات المقدمة داخل المعبر، خاصة أنهم كبار سن، فبالتالي هناك بعض التسهيلات التي تقدم لهم، وأيضا يعني بعض الوجبات الغذائية التي قدمت لهم، هذا الدعم الموجود دائما في معبري قسطل وأرقين، وهم الآن ينتظرون قليلا ثم سيتوجهون إلى محافظة أسوان ومن محافظة أسوان إلى محافظة القاهرة. فبالتالي كل الخدمات مقدمة للسودانيين. هم تحدثوا أيضا على أن الوضع لازال غير مستقر في السودان، وهناك يعني بعض الاشتباكات أيضا الدائرة طبقا لما تحدثوا به إلينا، فبالتالي هم وجدوا الفرصة في المجيء إلى مصر لاستقبالهم، وأكدوا على أنهم بمجرد وصولهم بدأوا يشعرون بالحالة النفسية الجيدة في هذا الوطن الآمن والمستقر. النقطة الأخرى، كنا قد تحدثنا عن القوافل التموينية الغذائية التي يعني أعلنتها محافظة أسوان ومديرية التموين في محافظة أسوان. هذه القوافل بدأت في العمل والتواجد منذ صباح هذا اليوم في عدد كبير من المناطق التي يتواجد بها السودانيون، منها حي الصداقة الجديدة والقديمة ومركزي إدفو ودراو، هذا مع استمرار الخدمات الصحية المقدمة من خلال العيادات الثابتة في موقف كركر الدولي والمطبخ الدائم الذي يقدم الوجبات الجاهزة والجافة، بالإضافة أيضا إلى أن هذه القوافل التموينية والغذائية ستتواصل على مدار الأيام خلال الفترة القادمة بأسعار مخفضة لتقديمها للأشقاء السودانيين المتواجدين بهذه المناطق. فبالتالي الصورة بشكل عام زيادة في أعداد الوافدين، وأيضا متابعة للخدمات المستمرة والمتنوعة لتقديمها للوافدين السودانيين عبر معبري قسطل وأرقين. نعم، أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ تجاه قرار السلطات الإسرائيلية السماح للإسرائيليين بإقامة وجود دائم وتوسيع البؤر الاستيطانية في منطقة حومش بالضفة الغربية المحتلة. وحث الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار وقراراتها لتنفيذ خطط لإقامة أكثر من 600 وحدة سكنية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة الغربية. ومن جانبها دعت الصين إسرائيل إلى وقف التعدي على الأراضي والموارد الفلسطينية. وشدد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة إسرائيل على ضرورة توقف التوسع غير الشرعي للمستوطنات في الأراضي المحتلة.
أكد الملك عبد الله الثاني على مواصلة الأردنيين بهمتهم وعزمهم الإنجاز والتحديث، وهنأ الملك الأردنيين في تغريدة على تويتر بمناسبة عيد استقلال المملكة 77 وذكرى مئوية تأسيس الجيش العربي، وقال في التغريدة إنهم سيواصلون الإنجاز والتحديث بهمة وعزم من قبل الأردنيين، مباركا عيد استقلال الوطن 77 وذكرى مئوية تأسيس الجيش الأردني. قال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا كانت تعلم منذ البداية أن أوكرانيا هي المسؤولة عن هجوم بطائرات مسيرة على الكريملين في مطلع الشهر الحالي. جاء ذلك بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن تقييمات أجهزة مخابرات أمريكية كشفت أن وحدة خاصة تابعة للجيش أو المخابرات في أوكرانيا قد تكون دبرت الهجوم. من جانبه قال أحد كبار مساعد الرئيس الأوكراني إن كييف ليس لها أي علاقة بهجوم طائرات مسيرة على الكريملين، مقللا من شأن ما ورد في التقارير الإعلامية الأمريكية. بدأت مجموعة مسلحة موالية لروسيا بتسليم مدينة باخموت في شرق أوكرانيا إلى الجيش الروسي بعدما أعلنت في نهاية الأسبوع السيطرة على المدينة. هذا وتجرى هذه العملية فيما يواجه الجيش الروسي صعوبات في محيط باخموت بعدما خسر بحسب الأوكرانيين 20 كيلومتر مربع في شمال وجنوب المدينة، كما تأتي بعد توغل مسلحين من أوكرانيا إلى منطقة بلغرود الروسية الحدودية. أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي توقيف أوكرانيين وصفهما بالمخربين على خلفية التخطيط لاستهداف محطات نووية روسية. وقال الجهاز إن الموقوفين تابعين لجهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية، وقد حاول تفجير نحو 30 خط نقل كهربائي إلى محطتي لينينغراد وكالينين النوويتين مطلع مايو الجاري بهدف وقف المفاعلات النووية. أعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرجي أكسيونوف أن الدفاعات الجوية أسقطت 6 طائرات مسيرة فوق شبه الجزيرة، مشيرا إلى أن ذلك لم يؤدي إلى سقوط ضحايا أو جرحى. يأتي الهجوم بعد عملية توغل نفذتها مجموعات تسللت من أوكرانيا إلى داخل الأراضي الروسية عند حدود البلدين، ووقعت عملية التوغل في بلدات عدة في منطقة بلغرود، وشهدت الهجمات تزايدا في الأونة الأخيرة مع تأكيد أوكرانيا أنها تستعد لشن هجوم مضاد يهدف إلى استعادة أراضي تسيطر عليها القوات الروسية في شرق البلاد وجنوبها. أعلنت وزارة الخارجية الروسية إغلاق قنصليتها في مدينة غوتنبرغ وقنصلية السويد في مدينة سان بطرسبرغ اعتبارا من الأول من سبتمبر، وطرد 5 دبلوماسيين سويديين بعد طرد ستوكهولم ل5 دبلوماسيين روس في إبريل الماضي. وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ القرار بإعلان 5 دبلوماسيين سويديين أشخاصا غير مرغوب بهم، مشيرة إلى أنها استدعت السفيرة السويدية مارينا مارد وأبلغتها بالقرار المتخذ. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه لا يتوقع خطوات جديدة من تكتل أوبك بلس في اجتماعه في 4 يونيو المقبل. وأضاف نوفاك أنه يتوقع أن يتجاوز سعر خام برنت 80 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام. قالت وزارة الخزانة الإيطالية إن روما ستقدم إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي تحديثا لخطط إنفاقها المتعلقة بأموال التعافي في مرحلة ما بعد كورونا بحلول يوليو بعد التوجيه المتفق عليه مع بروكسل.
وجاء ذلك بعدما أعربت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء التأخيرات، ودعت إيطاليا إلى التحرك بسرعة لمعالجة مشاكلها مع برنامج التمويل الذي سينتهي في عام 2026. أقلعت مقاتلات يابانية بعد رصد طائرة روسية قبالة سواحلها المطلة على المحيط الهادئ وبحر اليابان. وأعلنت هيئة الأركان المشتركة اليابانية أن طائرة روسية توجهت من شمال اليابان باتجاه ساحلها الغربي، بينما اتبعت أخرى مسارا مشابها على طول الساحل المقابل وعادت على المسار ذاته، مشيرة إلى أنه ردا على ذلك أقلعت مقاتلات سلاح الجو الشمالي التابع لقوة الدفاع الجوية ووحدة أخرى في حالة استنفار. أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اختار قائد القوات الجوية الأمريكية الجنرال تشارلز براون ليصبح رئيسا لهيئة الأركان المشتركة. تعيين براون مرهون بموافقة مجلس الشيوخ، وحال موافقة المجلس سيصبح ثاني ضابط ببشرة سوداء يتولى رئاسة هيئة الأركان المشتركة بعد كولين باول قبل 20 عاما. بدأت القوات الكورية الجنوبية والأمريكية أكبر مناورة مشتركة بالذخيرة الحية على الإطلاق لمحاكاة هجوم واسع النطاق من كوريا الشمالية حسب ما قالت وزارة الدفاع في سول. وأوضحت الدفاع الكوري الجنوبية أن ما يقرب من 2500 جندي يشاركون في التدريبات التي تستمر 5 أيام وانطلقت في بوتون القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية. كما تشارك في التدريبات دبابات ومدافع هاوتزر وطائرة مقاتلة. وسبق أن أجرت القوات الأمريكية ونظيرتها من كوريا الجنوبية مناورات مختلفة في الأشهر الماضية، بما في ذلك تدريبات جوية وبحرية. وأبدت بيونغ يانغ غضبها تجاه التدريبات التي تعتبرها استعدادا من قبل الدولتين لغزوها. وصفت وزارة الخارجية الصينية تقارير تحدثت عن تجسس قراصنة صينيين على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة بأنها حملة تضليل أطلقتها الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج إن التقارير ذات الصلة من الوكالات الغربية ليس لديها دليل. كانت وكالة الاستخبارات الغربية قالت إن مجموعة قراصنة صينية ترعاها الدولة تتجسس على مجموعة واسعة من مؤسسات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، من الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى مراكز النقل. استقبلت الدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب فؤاد بغدودة والد لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة بمقر الأكاديمية، حيث ناقشا تفاصيل برنامج الرعاية المقدم للبطل المصري ولغيره من الأبطال المصريين بالألعاب المختلفة. وقد أبدى السيد فؤاد بغدودة عن سعادته وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره للرعاية المقدمة إلى نجله. نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا قافلة طبية مجانية بقرية الأشراف الشرقية التابعة لمركز قنا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على أكثر من 1000 مواطن في 7 تخصصات طبية، فضلا عن إجراء الفحوصات المعملية مع صرف جميع الأدوية بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات المختصة، وذلك انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية. جيت كشفت بعضنا هنا وتمام الأمور يعني، وكل خدمات مجانية بالصلاة على النبي تمام، ونشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحمد لله يعني تمام كده، باطن وعيون وكله يعني ما تمام. جيت أنا القافلة الطبية بالوحدة وكشفت رمد، ونشكر الخدمة بالنسبة للقافلة الطبية. نشكر السيد الرئيس على الخدمة الجليلة دي اللي بيقدمها لأهل البلد، لأهل القرى قرية الأشرف الشرقية، من خدمات طبية وخلاف. وننتقل معكم الآن لمتابعة أهم الأخبار الاقتصادية في نشرة السادسة. وشروق عماد، أهلا بك. أهلا بك سحر، أهلا ليلى، أهلا بحضراتكم ونشرة اقتصادية جديدة لنشرة السادسة. انتظمت حركة الملاحة في قناة السويس حيث شهدت عبور 74 سفينة من اتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن. وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قد صرح بأن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع هايتونغ 23، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر. ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين فور الانتهاء من قطر السفينة للغاطس كإجراء احترازي للتأمين الملاحي، مؤكدا على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفنية اللازم للتعامل باحترافية مع حالة الطوارئ المحتملة. عقدت بمحافظة دمياط ندوة لمناقشة مقترحات كيفية التقدم بمشروعات خضراء ذكية، واستعرض منسق ورئيس المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هشام بدر التقدم بمقترحات مشروعات خضراء ذكية لمواجهة التحديات التي تواجه المحافظة مثل تدوير المخلفات واستخدام الطاقة المتجددة. في أسواق البترول العالمي تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات في ظل عدم اليقين في تجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد التزاماتها، وهو ما فاق تأثير احتمال إقدام تحالف أوبك بلس على المزيد من تخفيضات الإنتاج. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 72.3% إلى 76.22 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.1% إلى 72.10 دولار للبرميل، وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.94% لتصل إلى 2.33 دولار للتر، وانخفضت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 75% لتسجل 2.38 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الألماني أن اقتصاد البلاد انكبش بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وبذلك يدخل في حالة من الركود. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 0.3% عند تعديله للأخذ في الاعتبار تأثيرات الأسعار والتقويم. يأتي هذا بعد انخفاض بنسبة 0.5% في الربع الرابع من عام 2022. We'll be right back.
انتهت جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم في نشرة السادسة، وعودة من جديد إليكم سحر وليلى. شكرا لك شروق. وبالأخبار الاقتصادية انتهت نشرة السادسة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. خلال افتتاحه مجمع مصانع الكوارتز بالسويس، الرئيس السيسي يوجه بإزالة جميع المعوقات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي للحد من الاستيراد وزيادة فرص العمل. رئيس مجلس الوزراء يؤكد الأهمية التي توليها مصر لاستثمارات الأشقاء العرب ويبحث سبل دعم القطاع العقاري. في ثاني جلسات المحور المجتمعي، منسق عام الحوار يعلن تخصيص جلسة لبحث مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب. بختام العناوين نصل معكم لختام نشرة السادسة، شكرا لكم وإلى اللقاء.